شو ما الجماهير كتبغي الفرقه ديالها يعني لواحد الدرجه ما تصورش وتجي وتوصل الماتش بحال هذا ديال الفينال وما تلقاش التذاكر، اذا خصو يكون شي حل جذري ضروري باش يتحارب المارشي نوار، لان المارشي نوار هو اللي يعني حتى المغرب الحمد لله راه مقبل انه باش ينظم تظاهرات خصوصا كاس افريقيا كاس العالم، وهذا خصو يكون شي حل باش خصو يكون التنظيم هذه من داخله مسائل التنظيميه ديال المقابلات، وهذه خصهم يلقاو لها شي حل باش تعطي واحد الصوره جميله على المغرب باش انه يكون نبينوا اننا في استطاعه ديالنا اننا ننظموا شي تظاهرات افريقيه ودوليه. انا جيت من الشاون تفرجت الماتش ديال سان داونز، والعام اللي فات تفرجت الفينال، وتفرجت الماتش ديال بالوزداد العام اللي فات. بدل تفرجتي في الفينال ديال ذاك العام شنو كيقول؟ راه واحد القضيه بان الوداد راه ما عندهاش الجمهور غير في كازا، راه عندها الجمهور في المغرب كامل، والحمد لله كنبغي هذا الفريق بزاف، وخا العناء ديال السفر وهذه ما عنديش مشكل، كنجي دائما ماتشات كنجي نتفرج الوداد هنايا. الحظوظ ديال الوداد ان شاء الله حنا متفائلين، وان شاء الله راه الكوبا ان شاء الله ما غتخرج من كازا وغتكون النجمه الرابعه ان شاء الله. والماتش صعيب، الماتش صعيب لان الفينال عادي ان ماتش صعيب ومع الفريق اللي متمرس في هذه المنافسه اللي هو الاهلي المصري. النتيجه ديال الذهاب كانت مزيانه خصوصا من بعد ما سجل الوداد الهدف، كاين تفاؤل وخصو يكون تفاؤل، وان شاء الله تيقين في الفريق وتيقين في الطاقم ان شاء الله وفي الجماهير اللي غتساند الفريق، وان شاء الله غدا كلشي ودادي، المغرب راه كامل ودادي، راه بحال اللي لاعب المنتخب غدا كلشي خصو يكون ودادي، وان شاء الله مربوحه والعصبه الرابعه ان شاء الله. المشكل ديال التذاكر هو مشكل اللي ماشي اول مره غادي يطرى، دونك ديجا الجماهير بعد لي ماتش كيلقاو مشكل انهم ياخذوا لي تيكي ديالهم. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول هو كيبقى فيك الجمهور اللي اشاك فوا كيجي للتيران، دونك ملي كتشوف شحال 30 دوره كيجي لي ماتش ديال العصبه كاملين كيجيو، مي كتلقى في الاخر ملي كيجي الفينال الماتش الكبير بالنسبه للوداد ما كيدخلش، دونك كتجي شويه صعيبه. وبغينا نعرفوا غير الاسباب، دونك الاسباب ملي كتجي تقول لي ان كتلقى المارشي نوار بنادم كيبيع التيكي ديالو بتريبل اكثر بعض المرات كيقدر حتى فواويت ولا شي حاجه، وكيبقى فيك غير الناس فهمتي بنادم كاين اللي كيتلقى شي كيخلصوا ب 30 درهم 50 درهم ولا شي حاجه، وكيجي كيلقى البخي ديالهم ديال 400 درهم 300 درهم. والحاجه الوحيده اللي غنقدر نقول هو بغض النظر على هادشي كامل غتلقى الجمهور الودادي غتلقى مساند الفرقه، مساند الجمهور غتلقى مساند الفرقه، وغتلقى جميع الجماهير زعما ورا الوداد وديما غتبقى ورا الوداد. الماتش ديال غدا ماشي غير كاين تفاؤل، مي الحمد لله تقدر تكون النتيجه اللي غتفرح كاع المغاربه ماشي غير الجمهور الودادي. الحاجه اللي غادي نقول هو هذاك لو بوت اللي تماركا في الالي غادي يخلي واحد النسبه ديال الرباح تكون كبيره، واخا كاين خساره ولكن نتمناو خير ان شاء الله. احنا قطعنا في النهار الاول كان السيت مازال مرخوف، ولكن من بعد ولينا تلقاو مشاكل تنشوفوهم في لي باج، بدا يمشي يقول كاين المارشي نوار بدا ما عندوش تشيكي، ما عرفناش حنايا واش هذه الازمه مناش واش من الاداره من الداخل ولا من هي من سيت شي مشكل ما بين الاعضاء، حيت بنادم جاي من برا ما لقاش تشيكي عليها كاين هذه الازمه هذه. ماشي غدا مربوحه ان شاء الله 3-0 هنايا في كازا، غنضربوا الاهلي والكاس يبقى هنايا وغنديو العصبه الرابعه ان شاء الله على دار الاهلي عاوتاني. اولا الاوراق تباعوا في ويكازا بلانكا، ويكازا بلانكا ما كتنظمش بحال الجامعه، علاش الوداد كانت كطالب الجامعه اللي تنظم الاوراق حيت كدير داكشي بالترتيب. وثاني حاجه مع حلو زونسيس في هذا الماتش كان صعيب التذاكر، وخصوصا فينال راه ديما صعيب تاخذ ورقه، وعاوتاني راه بزاف الناس باغيين يخدموا بالمارشي نوار حيت غيجيبوا لهم، وهاد الفلوس ما كيمشيوش للوداد شي حاجه اللي ماشي مزيانه للفرقه، وبغينا هادشي يتقاد باش كلشي يدخل للتيران وباش ما يبقاوش المشاكل، والا كانش عندك ورقه تدخل في اي ساعه بغيتي، ماشي تبقى بحال كاين بزاف د الحاجات وقعوا هاد العام بحال الرجويه اللي ماتت بسبب وكانت عندها ورقه. هذا هو المشاكل اللي عندنا، بين تقدر تكون عندك ورقتك وما تضمنش بلاصتك في التيران وتقاتل عليها وتاخذها بثمن اللي ماشي ديالها وما تدخلش، هي كل واحد خصو يضمن بلاصته، وان شاء الله باش نربحوا غدا وكلشي يكون مزيان. الوداد فرقه كبيره ان شاء الله غدا غنربحوا، وراه كاين لعابه وكلشي حاسب الجمهور، الجمهور كاين كثير غيجي غدا تساندو تشي فوغ يكون داير على التيران كامل ان شاء الله مربوحه. انا كنقول شي 1-0
يكون ماركي ماركي حسوني وان شاء الله نديو تشامبيونز ليغ. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.